العبقري له جمال أنه يبدو مثل الجميع ولا أحد يبدو مثله. الزواج يجب أن يكافح باستمرار ضد الوحش الذي يلتهم كل شيء، الاعتياد. الكبار دائما على خطأ عندما يمازحون الناقصين. المزاح لعبة واللعبة تتطلب التساوي. الرجال يقيمونك حسب نفعك بغض النظر عن قيمتك. مصير المرأة ومجدها الوحيد هو جعل قلوب الرجال تنبض. الحب هو كنز من الذكريات. المساواة يمكن أن تكون حق، ولكن لا يمكن لأي قوة بشرية أن تحولها إلى واقع. مفتاح كل العلوم هو بلا شك علامة الاستفهام. ندين بأكثر الاكتشافات العظيمة للكيف، والحكمة في الحياة هي ربما أن تسأل حول كل شيء لماذا. مجد محام جيد هو الفوز بقضايا سيئة. الكراهية مثل الحب تتغذى على أصغر الأشياء وكل شيء يصلح لها. كثير من الرجال لديهم كبرياء يدفعهم لإخفاء معاركهم وأظهار أنفسهم فقط كمنتصرين. للمآسي جانبها الجيد هو أنها تعرفنا بأصدقائنا الحقيقيين. ضميرنا قاض معصوم عندما نكون لم نقتله بعد. في الحب الإخلاص هو أشبه بالمراهنات. الشعور الأكثر صعوبة على الرجل احتماله هو الشفقة، وخصوصا عندما يستحقها. هناك روايتان، الرواية الرسمية الكاذبة والرواية السرية التي فيها الأسباب الحقيقية للأحداث. من السهل أن تجلس وتسجل ملاحظات، لكن الصعب هو أن تقوم وتفعل.